نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. أبدى سياسيون وقانونيون واقتصاديون استغرابا ودهشة من تبني محافظ البنك المركزي علي العلاق كل قرار تتخذه الدوائر الأمريكية ضد العراق ورموزه الوطنية، وكأنه يعمل لدى الإدارة الأمريكية وليس في مؤسسة عراقية. ويتداول السياسيون والقانونيون بسيناريوهات فتنة يحاول العلاق تمريرها عندما تخدم انغلاقه السياسي أو الطائفي بزعم الامتثال للقرارات الدولية، وكأن العراق مسلوب الإرادة بنفس طريقة نهب أموال مزاد العملة وطبع العملة الجديدة التي تحمل توقيعه قبل إغفالها بسيناريو مدروس في النهب وبناء العروش المتحركة. وفي السياق يقول الدكتور أحمد عبد الله عبد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية رئيس كتلة المحور النيابية أن العلاق تجاوز صلاحياته وبعث رسالة سيئة عن ارتهان القرار الاقتصادي العراقي بمعطيات بعيدة عن السيادة وتصيب مركزية القرار العراقي بالصميم، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمنع المزاجيات الشخصية والمجاملات الدولية من الإساءة لسمعة العراق والتغطية على ملفات فساد وانتهاك للسيادة تحت مسمى الإذعان لأوامر الدوائر الخارجية، ملوحا بإجراءات دستورية لرد الاعتبار لمؤسسات الدولة وإجهاض محاولات تكريسها إلى دكاكين سياسية غير مستقلة وطنياً.